يا أكل القار يا أكل القار عظم العبادة اترك القار واحضر إلى بيوت الله واستجب لنداء الله. قال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فما هو عذر الكسالى؟ ما هو عذر الغافلين والمتلاعبين والمقدمين شهواتهم على دين ربهم وعلى حق الله عز وجل؟